ما اختلفنا سيادة النقيب انه البنت مو قاصر، بس بيضل اسمها قضية اختطاف. ايهم بيك يلي شافوهن اكدوا انه طلعوا بشكل طبيعي بدون اكراه. اذا اعتبرنا الموضوع موضوع اختفاء لازم يمضى على اختفاء 72 ساعة لحتى نقدر نبلش عملية البحث. حضرتك بتعرف هذا الشيء. شو 72 ساعة؟ البنت اليوم بدها ترجع على البيت اليوم. تسمع مني ايهم بيك، حاول تحل الموضوع مع اهل الشاب، بنالك فوتوت الشرطة. معك حق، الشرطة ما بتحلها. بنتي وحاسم ايوب اليوم بدهم يكونوا مزروعين هون، مفهوم؟ بتبلشوا بثلاث مطارح، بيتي القديم وبيت اياد ايوب وبيت زينة ايوب، واخر واحد فريد بيعرفه. بس فريد ما تخلق فريد من تحت تقطيع الارض وبتاخذوه معكم، بتخليه يدلكم على العنوان، مفهوم؟ الليله مو بكره زراف. يا حبيب القلب، راح ابعث لك كم رقم تليفون، شوف لي اياهم مثل العاده. يلا بعدين بنحكي. اجاني خط. الو، من وين عم تحكي؟ لك من وين يعني بدي احكي؟ من السجن. ليك انا لازم اشوفك ضروري كثير. الو الو نعم سوسان، ما بعرف وينها. لا تطلعيني مو ناقصك، ها؟ وسفر للبنت ما عاد فيه، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ طولي بالك دكتورة، هي حال الدنيا. لك هي حال الدنيا لما بكون في واحد كلب مثل أيام. الله ياخده وريحني منه. وينك يا ريما؟ وينك يا الله؟ لوين رايحين؟ ما بعرف. طيب نروح عند عمتي على الضيعة؟ لا، أكيد أبوك حيدور هنيك، بدنا مكان ما حدا يعرفه. لا تخافي. طيب زينة، إذا حكاكي دغري خبريني. أه يلا باي. شو أمي؟ طمنا؟ دورت منيح؟ دورت ما لقيته. يا رب تخيلك. ألو؟ إيه حبيبي طارق، كيفك؟ أهلين يا هلا عمو. لا والله ما مرق لعندي. خير عمو، شو صاير؟ طيب ولا يهمك، انا اذا حكاني دغري بخبرك. وانت عم الله يخليك، اذا حكى معك او اي شيء بس طمني. الله معك. ابوك؟ نحن كثير اسفين، يعني يمكن عم نغلبك معنا. شو هالحكي هذا يا ريما؟ حازم اكثر من اخي، شو عم تحكي؟ بعدين انا مالي عم افهم ليش ما بتضلوا عندي هون. طارق نحن ما فينا نطول هون. أبوه أول عآخر رح ينكت بكل معارفي، وأولهم أنت. شو مفكر؟ ما بعرف. هلأ أوتيلات وبيوت أجار مستحيل، وطلع برات البلد كمان مستحيل. بدي مكان ما طالع فيه هويتي.
موجود. أنا آسفة يا شباب، المكان لسه مانو جاهز، فمانو كتير نظيف ومرتب، دبروا حالكم فيه. بالعكس المكان ممتاز، على القليلة من ريحتك. قولي أنا وياكي في ذكريات كتير حلوة. إن شاء الله بتخلص هالقصة على خير ونعمل ذكريات أحلى. سرين أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، بس يعني عن جد شكرا. ولو يا شباب ما بدك. المهم أنا رح أقول للشغيلة إنه ما يجوا هالكم يوم، خدوا راحتكم. إيه يلا عن إذنكم. الله معي. شكرا، تصبحوا على خير. مرة عليك بكرة بشوف إذا لازمك شيء. إيه الله معي. أنا خايفة. أنا معك. وين هالصفنة المنوس؟ عم فكر بحازم وريما. نيالو والله يعينهم. اي قد ما قصة حبهم هيك صعبة وحلوة، قديش هن تعذبوا كرمال يكونوا مع بعض. صرت عم أسأل حالي، يا ترى شي يوم ممكن حدا يعمل هيك كرمالي؟ ما بعرف. انت بتستاهلي نعمل أكثر من هيك بكتير كرمالك. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ انت ما بتعرفي قيمة حالك. الأقل عندي أنا. أنا ضايقتك شيء؟ لا أبداً ما ضايقت. أنا مو مضايقة، أنا خايفة. أنا ما تعودت إنه يصير معي أي شيء منيح. طيب وهي أنا هون ما بكفي؟ لك أمي هو بمصاص الليالي؟ شوفي يا الله يا أمي، يا الله قد صار لي ما شفت فنجان حلو مثل هذا. لا تاكل همشي، أنا وصلت. أهلا وسهلا يا بابا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك بابا. مي ولك افتح طارق.
أبو عزوم فين؟ شو نايمين لهلا؟ شو ورانا؟ هدول الأغراض لك. ماشي. لازم تكون شيء؟ سلامتك فوت. عندي عيادة وين بدي فوت؟ حاكيني إذا لزمك شيء. الله معك. ناكل لقمة؟ مالي نفس. بتهون. هي بتهون طول ما أنا معك. أنت متخيلة بعد كل شيء مرينا فيه إني ممكن أقبل ما تكوني معي ولو شو ما صار؟ شو بده يصير لسه؟ خسرنا كل شيء، خسرنا كل اللي بنحبه. في حل غير أن أبوك يطلعني من السجن. يا حبيبتي شلون كيف ما بعرف ولا بيهمني. ليكي بتفهمي يا أما بيطلعني من هون يا رح أحكي كل شي عندي، عم تفهمي؟ ما في داعي لهالحكي هلا. اسمعيني شو رح تساوي. رح أضبط لك القصة مع دكتور نفسي يأكد بالمحكمة إنه قواك العقلية تدهورت لأنك كنت على علاقة مع عماد وتركك وتجوز غيرك. بيحولوك على مشفى الأمراض العقلية تعاديلك كم شهر وتطلعي، فهمتي؟ مجنونة يا مجنونة يا مشنوقة، انت اختاري. وعلى فكرة ما معك كثير وقت. امي هون؟ جوا. مين يا أماني؟ ست لميس دكتورة. البقية بحياتك أمي. بدك تخليني على الباب؟ صح أنا ما كنت صحبة مع خالتي الله يرحمه، بس أكيد ما بتمنى يصير فيها هيك، بتضل جزء من العيلة. إيه العيلة اللي بحارب الدنيا كرمالها. أنا أمك، خابستك وعجنتك وبعرفك كتير منيح. أنت مو جاي تعزيني، فقولي هالكلمتين اللي عندك وخلصيني. الله يسامحك. طيب ماشي. أول شي بدي إياكي تعرفي كتير منيح إنه أبي ما له علاقة بموتة خالتي الله يرحمه. بالعكس القصة ضرته. وبخصوص الوراق اللي بعت لك ياهن رامي، بتفهم تهديدك إله هو خوفك على أختي الله يسامحها. بس شوفي ماما، غريب عن جد هلأ هيك صار أختي الله يسامحها وخالتي الله يرحمها. شوفي لميس، لوفر عليكي كترة حكي، أنا وأبوكي متفقين على شيء كتير واضح، بيرجع لي بنتي ننسى موضوع الأوراق، ما بيرجعها والله لأخرب له بيته، وأنا لساتني عند حكي. وأبي شو دخله إذا بنتك هربت؟ ما خصني، بيدور عليها وبيجيب لي إياها لعندي. بخصوص أختي، أنا ما رح أعمل شيء لحتى أفهم شو اللي صاير. إذا بيطلع له علاقة ولو 1% ما يلوم إلا حاله. عم تفهمي؟ طمنيني بابا، مش الحال؟ مش الحال. وأمك؟ مثل ما توقعت. لا لا مش الحال، هيك صار فيني فضي راسي لموضوع أختك. خالتي انقتلت بسببنا حازم. لا ريما هذا الكلام مو صح. لا صح، لو ما أنا وأنت هي ما كان صار لها شيء. أبوكي ما قتل رندا. بابا ما قتل رندا، عبير بطيخة هي يلي قتلتها. بس دور على السبب الحقيقي بتلاقي أنه نحن السبب.
لا أبوكي ولا نحن إلنا علاقة. في شيء أنا ما بعرفه؟ أنت مخبي عني شيء؟ كعب زياد أنا من يومين ممرق لك دفعة، من يومين، واتفقنا أنا وياك على أول كل شهر. لك شو ذنبي إذا خلصوا؟ والله مجنت، مجنت وما معي ولا فرنك أدفع لك إياه. طب اصبر علي يومين، يومين أنا بأمن المصاري وبدق لك منيح. هلا. بسام بعد حدا شوه عبير وعبير هي اللي قتلتها لرندا. أخوك؟ لهيك تعمل لك إنه أبوكي ماله علاقة. إيه قال لي إنه ماله علاقة، بس أنا ما صدقته. عبير هي اللي قتلت رندا. هلا اللي صار قضاء وقدر، نحن ما بدنا نحكي بالقصة. لا لا ما له قضاء وقدر. مو خالتي اللي كان لازم تنقتل أبدا. ولا حدا كان لازم ينقتل. هلا اللي صار صار خلاص. بدك تبلغ عنه. شو؟ بدك تبلغ عنه؟ ما فيني. ليه؟ لك أخي هذا أخي، بدي أوديه على الحبس بإيدي يعني؟ بدك توديه على الحبس لأنه مجرم. يا ريما فهمي علي، هذا أخي ما بقدر. أنت فيك تبلغ عن أبوكي؟ بابا؟ شفتي كيف؟ هلأ إذا بدك باخدك ومننزل على نفس المخفر أنا وياكي. أنت بتبلغي عن أبوكي وأنا ببلغ عن أخي. وين؟ بدي روح. مستحيل. مشان الله خلاص. فيكي شيء؟ لا ريما اعمل لك شيء؟ لك شو بده يعمل لي يعني؟ والله اذا بيزيك يا طربي الدنيا فوق راسه وراس اهله. ولك احكي وقعتيني قلبي. انا قررت اسافر معك وانسى كل شيء. يا عريس والله وطلع إلك كان حركة. بس سام مو وقت الحركات، حمين حالك وطلع من البيت هلا. ليش بدي اطلع من البيت؟ ليش؟ ريما عرفت باللي صار وخايف تكون قالت لأبوها. شو عرفت؟ لك شو عرفت؟ فهموني. تمام، ما تعمل شيء لقلك. ها رجع على بيته واخوه طلع من البيت ركض. وريما رجعت لعند امي. شو القصة؟ لحظة، ايه سوسان، بس حابب اطمن اذا حكيت معك ريما ولا لا. ايهم بلاها هالحركات. هذا الشاب اللي واقف تحت مشلق الدباب. ريما منيحة؟ لا بتنام عندي اليوم، بكرة الصبح مسافرين. لا لا أكيد أكيد رح خليها تمرق لعندك وتودعك. ماشي، وبخصوص هداك الموضوع؟ هداك الموضوع انسى، ما تخاف. تمام، والمغضوب شو رح نعمل فيه؟ عمل اللي بدك اياه، ما خصني. ماما قومي ضبي غراضك يلا.
بدك شي؟ عايزة شي؟ لا أمان يسلم. في شي أماني؟ دكتورة مشان هدول الوراق. الوراق اللي بتخص زوجك أيهم بيك. انت شو عرفك؟ عم تتجسسي علي؟ عم تتسمعي علينا؟ لا والله العظيم لا، كنت مارقة بالصدفة وسمعت. وشو بدك هلا؟ يعني عم اقول لحالي يعني اذا فيهم شيء ما منيح للبلد ليش ما تسلميهم للشرطة؟ شي حلو والله. هلا حضرتك صرتي خايفة على امن وسلامة البلد؟ طلعي ضبي غرادك وقولي لها من هالبيت. لك شوفي شو بكون؟ حضرتها عم تتجسس علينا كل الوقت. مو احسن ما اقتل؟ بابا ما قدر. واللي عملوا فيني شو؟ واللي عملوا بامي ما ادري شو؟ وعد مو قتل. حجلعي حملي حالك ونلعي من هون. يلا اماني. ولك يلعن ابو الساعه اللي عرفنا فيها ريما وخالتها لريما وعيلة العيله تبع ريما. مبسوط ابني؟ انبسط. هي اخوك رح يخرب بيته مشان الخانم. لا وبالاخير شو حملت حالها وراحت؟ خلصنا بقى. لا ما خلصنا. ابني رح يفوت على الحبس من ورا عمايل اخوه. بسام رح يفوت على الحبس من ورا عمايله هو. ليك لا تفكرني حكيت هيك اني انا رضيان عنك وعن عمايلك. اصلا يا عمو ايه رجع رجع ليكو بخلقتي شرف. الو ايه طارق؟ لك ما بعرف وين يا اخي ما بعرف. بسام خابس خبصة كتير كبيرة لانه على الاغلب ريم ما تحكي لاهله ويروح يبلغوا عنه الشرطة. خلص هلا بلا هالسيارة ونحكي بعدين. خلصنا طارق شبك بلا هالسيارة على التليفون منلتقى ومنحكي. الله معك. تتخيلوا قدام شوش بهي اللحظة؟ مع كل محاولاتي للتركيز واني ما احكي ولا اي شيء على التليفون واضح انه هالكلمتين اللي قلتهم لطارق كانوا كتير كافيين لايهم انه يتصرف فيهم. مضيع شي يا ايهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوم وقف. اماني قوم وقف. عامل لك ارفع ايديك. اوعك كمان ارفع ايديك. قدامي على الغرفة. يلا يلا. قدامي لشوف. يا أماني تحرك. شلاح
ليش عم تحكي؟ شو عم بدك؟ لوري بالك، إذا مشان بدر أنا مستعد أغرقكم بالمصاري، أعطيكي مصاري ما بتصرفيه ولا ولد ولدي. شو عليك وعلى مصاريك الوسخة يا أوسخ؟ شلح شلح بدك؟ بوس ايدك بوس ايدك بوس ايدك سامحني والله بعرف وسخنت معك ان شاء الله. قوم لفوق اشلح كل شيء اشلح كل شيء. خد العطر خد العطر يا ابن الحرام وبخ منه بسرعة. لك يا شباب تعالوا الباب بعمري ما رح أنسى نظرتك بهديك اللحظة قديش كنت مرتاح حتى يمكن ابتسمت. عندك أسبابك لوجيها؟ يمكن بس هالثانية بعدتني عنك ألف سنة. باليوم الأول
كل البلد حضرت على بابا، ترحموا عليه، بكيوا، دعوا لنا انه الله يخلينا لبعض. واضح انه ما كانت دعوه مستجابه. بيخلص العزا وبتسافري مع امك، ولا تحلمي بفرانك من ورطه ابوكي. ما طلع لي شيء من ورطه بابا، بس كمان لميس ما طلع لها. ليش قتلتيه؟ أماني خبرت الشرطة ليش قتلت بابا، وبالمعية خبرتهم عن قصة الوراق اللي عند ماما. طبعاً كان ممكن ماما تروح فيها لو ما تدخل شاكر. القصة اللي انحكت هي إنه أمي مصولة الوراق بنفس اليوم اللي توفى فيه بابا، وكانت ناوية تسلمهم فوراً للشرطة. ورامي زوج لميس أكد هالشي. هالشي طبعاً كان خبر سيء بالنسبة للميس. هي ما بتعرف انه بس توصل على فرنسا رح تلاقي ورقة طلاقة جاهزة. باسم الشعب العربي السوري قررت المحكمة حضوريا الحكمان على المجوة أماني بنت محمد إبراهيم بالإعدام شنقا قرارا وجاهيا قابلا للطعن في تلفة النقل. محاكمة أماني ما طولت، كل شيء واضح. بهالكم يوم اللي قضتهم أماني بالسجن قبل إعدامه، التقت بمرأة عاملة حالة مجنونة، وجهها مشوه. حست أماني إنها شايفتها من قبل، بس ما تذكرت وين. أماني محمد! ومع النطرة بلا فايدة، جنت هالمرأة بالفعل. عزيزتي، شو رأيك بالتنمر ضد المرأة؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم التلفزيوني. خلصوا ليه؟ ما بشيك مثل ما عملت براندا فهمانة؟ يا حبيبة قلبي انتي. امو ان شاء الله الف مبروك عبال عند اولادكم. الله يرحم ابوكي ويرضى عليكي يا رب. دير بالك على بنت عمك. من عيوني يا ابو حازم. حبيب قلبي يلا. عروستنا شرف. لا 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 شو نوال؟ نمشي؟ أنا رح أبقى ببيت عمي هون الله يرحمه، ويا ريت مباشر دغري بإجراءات الطلاق. رجعنا لنفس السيرة؟ إحنا ما تركناها أبدا، أنا بس أجلت شوي، بس هلأ الحمد لله حازم صار بأمان وبسام برات البلد. لك عشو المشكلة؟ مشكلة انت. انت. انا لا سامحتك. ولا بحياتي لا سامحك. بعدين بسمتك في واحدة بتسافر بفستان عرسة. أنا بدي إياه يشوفني أول مرة بالفستان. والله مجنونة وحياة الله. هلا أنت عم تحكي عن الجنون؟ عم تحكيها شي؟ هي حاكتني ودعتني وقال كانت حابة تجي. بس لحظة لحظة لحظة، حابة تجي؟ هي هون لساتها بالبلد؟
ايه ما سافر، خانقت مع امي خناقه طويله عريضه، قامت الدنيا بيناتهم ما قعدت، واخر شيء ما سافر بقيتهم. طيب هي كيف عم تدبر حالها؟ رندا وصلت لها بكل شيء، الى املاك وحسابات مصرفيه. ايه بس يعني رندا الله يرحمها ما كان عندها كل هالثروه يعني. ايه بس يعني هي عم تحاول تقتصد. وعدني منيري حاكي شريكه هون يلاقي لها شغل ان شاء الله. طيب انت ما فهمت يعني هي ليش ما سافرت؟ لا ما عرفت. معقول مشانا؟ شو يعني؟ ما فهمت شيء. يعني ما لازم نقطع الأمل. بس أنا الدكتور قايل لي إنه بحالتي النسبة بس 10%. شو بدك من هذا الدكتور؟ شو قال لي؟ كل دكتور عنده وجهة نظره وخبرته. على فكرة أنا وإجيت على المستشفى قبل ما تفوتي على العملية ما كنت خليته هو اللي يعمل لك إياها. طيب هلأ شو بتنصحني؟ نسرين لكن شو عم نحكي؟ نحن طبعاً بدك تعيديها للعملية. دكتور خالد أحسن دكتور عندنا بالبلد، وهو قال لي إنه بس يخلص العملية تبعك بيعمل لك شوية علاج فيزيائي ترجع رجلك مثل الأول وأحسن. لك طارق أنا مقدرة كتير كل شيء أنت عم تعمله مشاني، بس والله العظيم ما عاد عندي قلب أتأمل بشي وما يزبط. ما لي حالة لعنك يا نسرين لحتى توافي، وما لي حالة لعنك لرجع لك ضحكتك على وشك. أنت مفكر هذا التعب والهم اللي بوشي من ورا هدول؟ أنا اللي شفته بحياتي ما بيتصدق، مصيبة ورا مصيبة ومشكلة ورا مشكلة، بالوقت اللي أنا حاسة إنه الحياة ماشية عادي مع كل الناس. مع كل الناس؟ يعني لا، بقدر إنه الناس عندها مشاكلها، بس اللي شفته أنا مانو طبيعي. بعرف معك حق، بس نسرين الحياة ما أنا ماشية أبداً مع حدا عادي. ها ما أنا ماشية عادي معك ولا معي ولا مع زينة. لك تطلعي شوفي العالم نسرين، تحسيهم عادي؟ أنا حاسة معي ماشية بالعكس. يمكن معك حق. أكيد معي حق. طيب أكيد معك حق. طيب شو قررتي مشان العملية؟ ده نسبة النجاح حسب حالتك 50%، بس أنا هي 50% شايفهم 100% وواثق إنه رح تزبط. طيب خلاص أنا موافق. يا عيني عليكي، شايفة ما أحلاكي هيك. ممتاز، هلا هاد خلصنا منه. شو مشان؟ شو؟ يعني هن الموضوعين، عمليتك وعمليتي. أنت ما بتنعطى وش بنوب على فكرة. ولك أنا لسه ما حكيت شيء ولا قلت شيء. حبيبتي ريما، وصلتني رسالتك مع الغالية رندا.
ولأنها بخط يدك قبلتها بعدد نقاط الحبر المسكوبة في كل حرف من كل كلمة منها، وإن كنت أرفض محتواها رفضا تاما. أحببتك وأحببتني، وظننك طفلين ساذجين أن حبنا وحده كفيل بالتغلب على أي صعاب يمكن للأقدار أن ترميها في وجهنا. كم كان اعتقادنا جميلا وأحمقا في آن معا، كم سخرت الأقدار منا وهي تكشف لنا ركام الأكاذيب كذبة تلو الأخرى، وهي تحاول مرارا وتكرارا أن تفهمنا أنه يستحيل علينا أن نكون معا في شقة عالية السقف مكسوة بورق جدران قديم في إحدى جادات المهاجرين. تغير الكثير منذ ذلك اليوم على الجسر، شيء واحد لم ولن يتغير، وهو أنني أحبك بكل ما يمكن لهذه الكلمة أن تعنيه وأكثر. وكما وصلتني رسالتك أرسل لك جوابي مع الغالية رندا. أرجو أن تتمكن من إيصالها لك قبل سفرك إلى باريس. سواء قدر لنا أن نجتمع مرة أخرى أم لا، هناك حقيقة أريدها محفورة في قلبك كما هي في قلبي. أحببتك، أحبك اليوم، أحبك غدا، وسأبقى أحبك إلى أبد الآبدين. ريما؟
لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.